الجمهور اون جينيرال ملي كيشوف شي ممثل كيعجبو وكيدونتيفي راسو فيه كيولي بحال هذاك الممثل كيعبر عليه هو، كيعبر على همه، كيعبر على معاناته، كيعبر على الواقع ديالو، كيقول الافكار اللي باغي يقول هو كيبغي. دونك سكيف ملي كيشوفوا شي حاجه اخرى هو اصلا ما راضيش على الفعل، ما راضيش على ماشي على الممثل، ولكن كيكون ما راضيش على الفعل اللي كيهضر عليه الممثل ولا الموضوع اللي كيهضر عليه الممثل. سي نورمال غتخلق عنده اون كونفيزيون هنايا وغتخلق. مي اون جينيرال الجمهور المغربي واعي واعي وغادي مازال كيوعى باش لا ناتور ديال الخدمه ديال الممثل، اشنو هو ممثل، والفرق ما بين ممثل وما بين الانسان اللي كيمثل وما بين بيرسوناج. ثلاثه الناس البروسيسوس ولا العمليه فيها ثلاثه، فيها انا امين ناجي الشخص، وفيها امين ناجي الممثل، وفيها لو بيرسوناج اللي كنلعب. ثلاثه الناس سي نورمال يختلط الامر على الجمهور نو افيرتي، ما مستعدش، ما واعيش، ما فاهمش بزاف د الحوايج. دونك والهدف ديالنا ماشي الهدف ولكن الرساله الواجب علينا حنايا حنا كممثلين ونهرسوا هاد لا كونفيزيون اللي كتكون عند المتلقي بشويه بشويه بعملنا بلقاءاتنا معاه، نظموا ندوات، نظموا لقاءات في مقاهي، نظموا باش يعرفوا عباد الله شنو كاين. ما عرفتش اختي الرؤيه ديالنا حنا اون جينيرال الامور كامله، الرؤيه ماشي غير ديالنا حنا، ديال العالم الاسلامي كامل، محكومه في الباك جراوند ديالها كاين الاسلام، كاين الديانه ديالنا. دونك بزاف الناس كيحكموا على الاعمال انطلاقا من الباك جراوند ديالهم الثقافي والفكري والسياسي والديني وداك. دونك سي نورمال. انا بالنسبه لي اي واحد كيهضر كيحاول يثير معايا الموضوع بحال هكا كنقول ليه راه انا وجوج الناس ما يمكنش واحد القضيه اللي ما تمكنش نناقشوا عمل فني من وجهه نظر دينيه، غيكون ديما العمل الفني على خطا حيت الدين هو الصواب، ديما العمل الفني غيكون على خطا. ما نقدرش نناقشوا، الا بغيتي نناقشوا من وجهه نظر فنيه مرحبا، وجهه نظر دينيه ما غاديش نتفاهموا انا وياك، انت كدوي من واحد المنطلق وانا كندوي من واحد المنطلق اخر، دونك ما غاديش نتفاهموا انا وياك، يمكن يكون هذا هو المشكل.